طيب يا فندم، انا عايزه اعرف من حضرتك، الناس كلها يمكن بتتحدث عن الموجه الثالثه، واحنا شايفين يمكن سيناريوهات في بلاد اخرى، لو على سبيل المثال مثلا في الهند. عايزه اسال حضرتك عن الموجه الثالثه، الاعراض، هل بالفعل الموجه الثالثه في، هل هي عن طريق سلاله جديده، هل حصل تحور للفيروس؟ لو حضرتك تكلمنا عن هذه الموجه الثالثه وكمان الاعراض، هل في اعراض جديده بتظهر؟ الموجه الثالثه طبعا موجوده، حتى هذه اللحظه لم نشهد تغير جذري في الاعراض التي يعاني منها المرضى اللي بيعانون من الموجه الثالثه. ما زلنا برضو بنتكلم على حالات مصابه او تحمل الفيروس ولا تعاني من امراض من اعراض، ما زلنا بنشوف اعراض بسيطه في معظمها هي نفسها تتشابه تماما مع الموجه الاولى والثانيه، وفي معظمها تتشابه تماما مع الانفلونزا الموسميه. في بعض الاعراض التي تميز هذا الفيروس ولم تختلف عن الموجات الاخرى، يعني فقدان حاسة الشم، فقدان حاسة التذوق، وجود بعض الأعراض الباطنية في الجهاز الهضمي زي الإسهال، وجود بعض الأعراض التحسسية زي حساسية في الجلد أو في العين، لكن ما حصلش حاجة تقول إن في سلالة جديدة أدت إلى أعراض أخرى خطيرة ما كانتش موجودة قبل كده. والدليل على ذلك يا أستاذة جمانة إن حالات كثيرة جدا، الغالبية العظمى من الحالات تعالج في المنازل وبنجاح كبير جدا، سواء عن طريق المؤسسات الحكوميه او عن طريق الاطباء او المستشفيات، اللي احنا زي ما قلت لحضرتك احنا كلنا وحده واحده بنعالج المرض ونساهم في دعم الدوله. فحضرتك ما فيش رصد لحالات او اعراض جديده لم تحدث قبل كده. مع وضع في الاعتبار ان اي التهاب فيروسي حتى الانفلونزا الموسميه ممكن يجي منها بعض التداعيات التي تؤثر في الاجهزه الاخرى، لكن ما زلنا المرض مرض تنفسي، العضو الأساسي الذي يعاني من هذا المرض حتى الآن هو الجهاز التنفسي.